بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور العمومي للمواشي ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 3/7/2022 وتعالوا نشوفوا العجم اللحم النهارده مع عم سمير ابو الخاو. صباح الخير عم سمير. صباح الفل. انت حفظت الاسم تمام. كل سنه حضرتك تابع عم سمير. عامل ايه الاسعار؟ عامل ايه النهارده في سوق دمنهور؟ والله الاسعار حلوه مناسبه يعني. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك عم سمير. بسم الله ما شاء الله. كسر حي عم سمير. فلجة الكسران. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. على الماء بلغت وصلت ناس معايا والله، وحاجزين عندي ناس من مصر. الله يصلح حالك عم سمير. احنا اللي يهمنا الناس تتواصل مع بعضها وكل ياكل عيش ومصدقيه بما يرضي الله. طالما في مصدقيه العالم تتواصل معاه. الحمد لله جاني في البيت والرايل وحجز وتمام التمام. الله يبارك لك عم سمير بامانه يعني. طب عامله كام دي؟ الله وكيل عم سمير. الله وكيل دفع ديننا فيها 18000. دافعين فيها 18000 وعراك على الله طبعا. عراكها بقى على الله. الله يبارك لك عم سمير. بسم الله ما شاء الله. فاضل حاجه غيرها يعني ولا ايه؟ والله احنا كان معانا بس الحمد لله ما عادش فاضل الذي لا في موجود يعني في البيت لو حد عايز حاجه موجود في. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم عم سمير. 011 01 51 62 70 44. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. كل عام وانت طيب عم سمير والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. ربنا يجعله عيد سعيد على امه محمد يا رب. اللهم امين. شكرين يا عم سمير وانت طيب. نارك ابيض ان شاء الله عم سمير. الله يبارك ربنا والله. الله يبارك لك عم سمير. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. العجم اللحم النهارده المعلم جابر فرجاني ابو المطامير وتجار ابو المطامير. صباح الخير يا معلم جابر. كل سنه حضرتك طيب. الاسعار اللحم النهارده في سوق دمنهور جو كويس يعني النهارده. كسرة حية دي؟ كسرة جوز. كسرة جوز. بسم الله ما شاء الله. آخر حية معاك يا معلم جابر. الله يصلح حالك وحال الجميع. اللهم آمين. كسرة جوز يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عاملة كام والله معلم جابر؟ 17 ونص. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك هناك لحم لو حد عايز حاجة برضه ولا عيدت على كده؟ بتبيع وتشتري في السوق يعني. الله يقويك ويصلح حالك. الله يبارك لك. ما تيل الدور خف كده يعني. الحمد لله ربنا يزوح عنينا بخير يا رب. اللهم امين. طب ادينا الرقم يا معلم جابر. 010 كم؟ 6 4 6 9 6 407. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. صباحك ابد ان شاء الله. الله يصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عمدي. كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك لك. الله يبارك لك. نتعرفوا باسمك الاول. السيد حمده كفر الدوار. المعلم السيد حمده كفر الدوار. الناس المحترمين المشرفين في سوق دمنهور النهارده. انست ونورت يا باشا. الله يبارك لك. كسرين حاجه ولا لباني؟ في واحده كسره. جوز لباني. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الماء. فرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال ان شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. صلى على حبيبك النبي. الله اكبر. انا جاي لك يا عم صبحي. ايوه. عامله كام ديت ودي بكام ولا الثلاثه سيرهم على بعض؟ لا واحده واحده. واحدة واحدة. هم أساسا من مزرعة. من مزرعة. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. شغلانة واحدة واحدة. واحدة واحدة. دي بكام ودي بكام الله؟ دي ب 17 و700. 17 و700. ولا في النص دي؟ الفلوس 17 ونص. 17 ونص. والأخرانية دي؟ 16 ونص. كم؟ 16 ونص. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. الله أكبر على عجم اللحم. اللهم صل على النبي. لا بس عارف الدجاجه اللي في لحمه نظيفه يعني. الله الله يبارك لك يا حاج. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. البنات اللحم الجميل. الله يبارك لك يا حاج. عائلات حمده. الله يبارك لك. عائلات حمده طبعا. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك ان شاء الله. ما بحبش الشيخ بس براحتك. نارك ابيض. لو صحيح بكلمك عادي يا حاج. صباحك زي العسل. كل سنه وانت طيب. الله يبارك لك. الله يبارك لك. نارك ابيض ان شاء الله. تسلم الايادي وتسلم يا ديش بلادي. الله اكبر. تحيا مصر. الله يبارك لك يا عم صبحي. الهي يعودها عليه بخير حبيبي الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله يبارك لك يا عم صبحي. ويعيد عليه العيد هو واولاده بخير. الله يكرمك يا عم صبحي. الناس اللي بتحب سياده الريس. الله اكبر. خلاص كده. اللهم صل على النبي على العجم اللحم مع عم صبحي. ادام شفناك كاني بعنا واشترينا. الله يبارك لك يا عم صبحي. الناس المبسوطه اللي بتحب سياده الريس. صباح الخير يا حاج. نهارنا ابيض. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. كسرين حي يا عم صبحي.
اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. قصرين حي يا عم صبحي؟ لباني لسه الله اكبر. دي بكام ودي بكام يا عم صبحي؟ الاثنين ب 28. الاثنين ب 28 الله اكبر. 15900 و15900. الله اكبر. باي 15. اللهم صل على النبي. بس يا محترم. الله يبارك لك يا عم صبحي. صباحك عسل يا استاذ. 15900 و15900. الله تحت امرك يا عم صبحي. كل سنة طيب تحت امرك. والله شفتك بقالي شهر. كنت بعافية شوية والله. ألف مليون سلامة. الله يكرمك يا عم صبحي. عليك وعلى الرئيس بتاعي. الله يكرمك يا عم صبحي. صباحك ابيض ومتشكرين جدا يا غالي. كل سنه وانتم طيبين. الله بخير يا ريس. الله يكرمك. الله يكرم الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.